سوبر باور كتير قوي بيوصل للقمر، بس أنا من الأشخاص اللي ما اقتنعت بهالموضوع أبدا. يعني خليني أشرح لكم ليش ما اقتنعت. لما أخذت الصورة اللي عم تشوفوها، لما أخذت الصورة تاعت القمر عن طريق البي 30 برو، فاجأت انه بمرحلة معينة اول شيء استابيليتي ما في، يعني انت عم تعمل زوم ان وبتحطه على الترايبود وبدك تركز كتير منيح، يعني ان شاء الله تلقطه، بس بلحظة ما بتلاقي لقطه هو وعطاك فورا المون بطريقة يعني كتير قوية. انت شو بيخطر ببالك فورا؟ بيخطر ببالك انه معقول بهالسرعة عطاني هيدا المون، بعدين بيعمل فوكس وانفوكس تلاقي بيخرب وكذا بالاخري. فحسيت الموضوع شوي يمكن عاملين شيب هواوي. بتعرفوا كل تليفونات عم تستخدم الاي اي تكنولوجي اللي هي الذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي هيدا في اشخاص هلا عم بيعملوا شيء اسمه شيب انترنال، يعني جوات الديفايس. يعني انت بس تقرب هيدي بيقول لك وردة، هاي بيقول لك حامضة، هاي بيقول لك بيضة، هيدي بيقول لك كذا. فأي شيء بتحطه على الكاميرا بيقول لك هيدي شو الايتم الموجودة حدك. سو هيدي الذكاء الاصطناعي. سو نفس الفكرة هلا شو عم بيعملوا، حتى لو كنت انت اوف لاين، حتى لو كان ما عندك انترنت ما في شيء، فيك اي شيء تعرضه تقول هيدي بورجيك، هيدا تشير مثلا، هيدا كرسي، هيدي طاولة، هيدي برواز، هيدا مكيف، بورجيك كل شيء، بس كله مبلت ان جوات الجهاز. سو قلت يمكن هيدي الطريقه متبعتها هواوي بهيدا الموضوع، لانه حاولت على قطعه ثانيه انه جيب بنفس طريقه الوضوح تعول المون، ما قدرت بهالوضوح. عن جد واضح القمر، لو بتشوف القمر كيف واضح بتقول عن جد انه يا سلام، معقول انه في هيك طريقه. فبس حبيت اقترح هذا الموضوع. وانا بس بدي لكم شغله، انه هعمل ثلاث فيديوهات على موضوع الهواوي، الفرق بينه وبين سامسونج نوت 9، نشوف شو الفرق بيناتهم بكل وضوح وكل شفافيه، بالمايك، بالسلو موشن، بكل شيء. وبنفس الوقت بدي اورجيكم كمان فيديو بس خاص ل البي 30 برو، كيف بنعمل يعني شو الفيديو، كيف بيصور، طريقه التصوير، قديش بيقرب الى اخره. بنرجع نعيدها هيك بشكل سريع واوضح من الفيديو اللي قبل. اللي ما شاف الفيديو اللي قبل كان موضح بنقاط معينه، هون لا، تركيز اكثر على الفيديو وشويه ديتيلز اكثر. سو حبيت اقترح هالموضوع هذا، ان شاء الله بتكونوا اخذتوا فكره. انا بالنسبه لي اذا بجيب القمر ما بجيب القمر نو بروبلم، ما عندي مشكله. بالنهايه التليفون كتير قوي، ما فينا نركن هالموضوع، يعني ما فينا نقول لا هذا التليفون لا والله ضعيف وكذا والاخر. في له مساوي في له محاسن. انا بحس بالنسبه لي لهلا هالجهاز ما اقتنعني، هالجهاز لهلا ما اقتنعت منه 100%، مع العلم انه هو كتير قوي، بس ما بعرف، ما قدرت استعدني بالسامسونج او ابل، يعني ما قدرت روح اقول لا خلاص بدي بيع سامسونج وفوت على هواوي، لا ما وصلت المرحلة يعني. فيمكن بجهاز الواي 9 اللي عم نزلوه الجديد يمكن انه يعملوا شيء، بس انا بقول واي 9 كمان عادي جدا، جهاز عادي جدا، حتى لو كانت الكاميرا تاعته بوب اب تطلع من فوق، ما في كله فول سكرين بيجي، يعني حتى هاي ما بعرف انا اذا بتفيد الاشخاص. anyway، يعني انا بس حبيت اعرض لكم الموضوع، ان شاء الله تكونوا اخذتوا فكره. بنشوف كمان بنكست ويك الفيديو عن الواوي، مثل ما قلت لكم ان شاء الله تستفيدوا منه. وشكرا لكل اللي بيسمعني، وبليز سبسكرايب لايك.